ينشر في مثل هذه الأيام من أن ما تفعله الرافضة من جمع الصلوات أو من تأخير الفطر في رمضان أنه هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليعلم بأن هذا تدليس على الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم بيّن أوقات الصلوات كما بيّنها جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرضت الصلاة كما في السنن، وهي موضحة وبينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من أن تخرج الصلاة عن وقتها، ولا يباح الجمع إلا في أسباب معينة مذكورة في الفقه، لا يتسع هذا المقام لذكرها، وهي واضحة لكل مسلم. وأما تأخير الفطر كما قالوا تفريقا بين المغرب وبين الليل وما شابه ذلك، فإن كل هذا من الأباطيل. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن تعجيل الفطر هو الفطرة كما في المسند وسنن أبي داود: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. بل بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن من يؤخر أن به شبها باليهود وبالنصارى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن اليهود يؤخرون، كما عند ابن ماجه. بل وضح صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين سيكون عزيزا قويا إذا لم يؤخر الفطر وإنما عجل به. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا، انظر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فدل على أن هذا من إعزاز دين الله، لأنه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلتتنبه ولتنبه غيرك، فكل الخير في هديه صلوات ربي وسلامه عليه.